أحيت الكنائس الكاثوليكية في الأردن اليوم السنوي 22 للحج المسيحي إلى موقع المغطس، والذي رعاه غبطة البطريرك بير باتيستا باتسابالا بطريرك القدس للاتين، بحضور رؤساء الكنائس الكاثوليكية في المملكة وشخصيات رسمية ونيابية ودبلوماسية، وجمع من الآباء الأجلاء وجموع غفيرة من المؤمنين. تفاصيل أوفى في التقرير التالي. بمناسبة مرور 22 عاماً على بدء الحج المسيحي إلى موقع عماد السيد المسيح بالمغطس، أحيت الكنائس الكاثوليكية في المملكة هذا اليوم بقداس احتفالي ترأسه غبطة بطريرك القدس للاتين بير باتيستا باتسابالا، بحضور وزير الشباب ووزير السياحة والآثار بالوكالة السيد محمد النابلسي، ومشاركة رؤساء وممثلي الكنائس الكاثوليكية في المملكة وعدد من الشخصيات الرسمية وسفراء السلك الدبلوماسي والنواب والأعيان والأجهزة الأمنية وجموع من المؤمنين. قال غبطته في عظة القداس: هذا الاحتفال هو الأول من المئوية الثانية للأردن، لذلك جئنا اليوم لنصلي من أجل بلدنا الغالي ومن أجل قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين الذي يولي هذا المكان أهمية خاصة ويدعو في كل المحافل إلى زيارته والتبرك بمائه، كما لا ننسى الجهود التي يقوم بها سمو الأمير غازي بن محمد رئيس مجلس أمناء موقع المغطس. وأشار غبطته إلى أن احتفالات عيد الميلاد هذا العام قد تكللت بلقاء مع جلالة الملك عبد الله الثاني، ضم رؤساء الكنائس في الأردن وفلسطين ورؤساء المؤسسات الإسلامية في البلدين، وقد تطرق اللقاء إلى قيم العيش المشترك بالإضافة إلى القدس الشريف والوصاية الهاشمية على مقدساتها. هذا وأكد غبطته بأن البطريركية اللاتينية ماضية في إكمال كنيسة معمودية السيد المسيح، ليكتمل العمل بإذن الله هذا العام لتكون مقصدا للحجاج وعلامة اتحاد بين مسيحيي الأردن وإخوتهم في العالم أجمع. أنا أعمدكم بالماء ولكن يأتي من هو أقوى مني
ولست أهلا لأن أفك رباط حذائه، فهو يعمدكم في الروح القدس والنار. ولما اعتمد الشعب كله واعتمد يسوع أيضا وكان يصلي، انفتحت السماء ونزل الروح القدس عليه في صورة جسم كأنه حمامة، وأتى صوت من السماء يقول: أنت ابني الحبيب، عنك رضيت. حقا المجد ومن جهته حي وزير الشباب ووزير السياحة والآثار بالوكالة محمد النابلسي كافة الجهود الكبيرة التي تبذل في هذا المكان المقدس الذي أصبح على مدار السنوات مقصداً للزوار والحجاج من مختلف أنحاء العالم. ولفت إلى أن الوزارة تقوم بجهد كبير لا سيما في هذه الأيام للنهوض بالواقع السياحي رغم كافة الظروف التي فرضتها الجائحة وأضعفت هذا القطاع الهام لدرجة كبيرة. وبدوره أشار مدير عام هيئة موقع المغطس المهندس رستم مكنجيان إلى الجهود المبذولة لتطوير موقع المعمودية، لافتا إلى أن هذا التطوير سيعزز من مكانة موقع المغطس من دون الإخلال بهويته الروحية ومكانته المسجلة على قائمة اليونسكو كتراث إنساني عالمي. هذا وانطلق الموكب تتقدمه الفرق الكشفية من بيت الحجاج الروسي نحو كنيسة المعمودية ليترأس البطريرك بيتسبالا القداس الحاشد في يوم الحج بمشاركة رئيس أبرشية بترا وفيلادلفيا للروم الكاثوليك المطران جوزيف جبارة والنائب البطريركي للسريان الكاثوليك المطران يعقوب أفرام سمعان والمطران بولس ماركوتسو والنائب البطريركي للاتيني في الأردن الأب جمال خضر وراعي الكنيسة المارونية الأب جوزيف سويد والقائم بأعمال السفارة البابوية المونسنيور مولالي وكهنة من جميع الكنائس الكاثوليكية وعدد من النواب وسفراء الدول الشقيقة والصديقة وحضور نحو 1000 شخص من المحافظات. وعلى وقع الترانيم الدينية رش بطريرك القدس للاتين الحضور بمياه نهر الأردن المباركة وألقى المطران جبارة عظة الاحتفال التي تطرق فيها لمعاني المعمودية الروحية مشيرا إلى أن المسيحي ليس من ينال سر المعمودية فحسب بل من يحيا حياة جديدة منسجمة مع معنى سر المعمودية ونعمته. فإن تغير حياتنا الذي يتم بالولادة الجديدة لا يكون تغيرا حقيقيا إذا بقينا نحيا في الحالة عينها التي كنا فيها قبل المعمودية. نعم، إذا كنا عم نعيش مثل ما عم نعيش ومثل ما كنا قبل المعمودية، المعمودية ما عندها ثمر بحياتنا. اليوم كلنا سوا بالمسيرة السينوسية
لطلب قداسة البابا كنيسة سينودوسية من نكون كنيسة شركة كنيسة شراكة كنيسة رسالة تمتد إلى الآخرين تصافح الآخرين تلتقي مع الآخرين لا تهاب من الآخر. اليوم المسيرة مسيرة معا، وبهذه المسيرة اللي نحن مشتركين فيها لابد أنه نتساءل عن معموديتنا. أول سؤال يطرحه المسيحي هو وين معموديتي؟ هل معموديتي عم بتخليني التقي مع الآخرين؟ هل معموديتي عم بتخليني سير مع كل البشر؟ هل معموديتي عم بتخليني يكون بشركة مع المسيحيين الآخرين، ولا عايشين دكاكين كل واحد قاعد بالزاوية تبعه، كل واحد خايف على مصالحه، كل واحد خايف على الكرسي تبعه؟ اليوم التساؤل بهذه المسيرة السينودوسية تساؤل جدي، تساؤل جدي منطرحه على ذاتنا. واليوم بده كل واحد منا، كل وحدة منا تقدر تعطي الجواب. وفي ختام الاحتفال وجه النائب البطريركي للاتين في الأردن الأب جمال خضر كلمة شكر لجميع المشاركين في هذا اليوم البهيج، مشيدا بالجهود الحكومية على دعمها ورعايتها للحج المسيحي المحلي والعالمي، ومشددا بأن الكنائس في المملكة تسعى لجعل موقع المعمودية إرثا للعالم بأسره ومفتوحا لاستقبال الحجاج والزوار من مختلف أنحاء العالم.